النهارده وهي نهائي دوري ابطال اوروبا زي ما كلنا متابعين بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الالماني. ماتش هيبقى قوي جدا، مواجهه زي ما بيقولوا ناريه بمعنى الكلمه، والتوقع فيها مستحيل بصراحه لان الفريقين عندهم اسلحه قويه جدا، اسلحه دفاع، اسلحه هجوم، خط وسط وحراس بصراحه متميزين. كل اللي نقدر نقوله يعني هنا اننا هنشوف متعه كرويه مختلفه باذن الله. هي من ناحيه ان المباراه هتكون ناريه فمفيش ذره شك في ان هي هتكون ناريه، كمان الاحتفالات في اي دوله من الدولتين طبقا للفريق اللي هيفوز هتكون كمان هي الاخرى ليها استعدادات خاصه جدا. اللقاء هيقام في لشبونه في البرتغال، ولكن الحكومه الفرنسيه كان ليها تعليمات صارمه جدا في حاله الفوز والنزول للتعبير عن الفرحه في شارع الشانزليزيه بصفه خاصه، ده هيكون بارتداء القناع والكمامه بشكل اجباري. ده بسبب انه من فتره تجمع عده الاف من البشر والمشجعين لكره القدم في شارع الشانزليزيه الاسبوع اللي فات على طول، لما طبعا عشان الاحتفال بفوز فريقهم في نصف النهائي والتاهل للنهائي لاول مره في تاريخه. وعشان كده هيتم نشر قوات امنيه في شارع الشانزليزيه النهارده اثناء موعد المباراه لتوزيع وسائل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه وبطبيعه الحال لتامين الاجواء وسط الاحتفال. انت هتشجع مين ولا بلاش نقول؟ بقول لك ايه، بلاش. لا انت بلاش باريس سان جيرمان ولا بايرن ميونخ؟ انت اصلا ايه؟ بص، مش الاثنين مش قوي، بس لو هنقول يبقى باريس سان جيرمان. تمام، يعني الى حد كبير. خلينا نروح بقى بعد كده الخبر تاني، بما ان انا وكريم بقى لنا تقريبا اسبوعين او ثلاثه